بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للحديث صيغ للتحمل والأداء، وصيغ التحمل والأداء مثل سمعت وأخبرني وأنبأني، ومنها صيغة العرض والمناولة. وقد سبق الحديث عن صيغ التحمل السابقة، سمعت وأنبأنا وحدثنا وأخبرنا، واليوم حديثان، أحدهما عن العرض من صيغ التحمل والأداء، والثاني عن المناولة. ومعنى العرض أن يعرض الشيخ على طلبته، أو أن يعرض طالب العلم على الشيخ، أو طالب الحديث يعرض ما معه من حديث على المحدث فيقره، فيسمى هذا عرضاً، كما كان من حديث ضمام ابن ثعلبة لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أمور الإسلام التي علم بها وعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها، فحدث ضمام بن ثعلبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي دخل فيه وسأل، كما روى أنس رضي الله عنه يقول: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ جاء رجل على جمل إلى المسجد فأناخه. رواية تقول إنه دخل بالجمل المسجد نفسه، يعني دخل المسجد راكبا الجمل، حتى إن بعض العلماء استدلوا بهذا على أن أبوال الإبل وأرواث الإبل ليست نجسة، لأنه ما دام دخل الجمل المسجد فمعنى هذا أنه سيبول وسيقع منه ما يقع، فمعنى هذا أنه ليس نجسا. لكن بعض العلماء يقولون لا، هي نجسة، وهو لم يدخل بالجمل المسجد بل أناخ الجمل خارج المسجد وعقله، يعني ربطه، وأناخ الجمل وربطه ثم دخل عليه وسأل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال للجالسين: أيكم محمد؟ لم يقل الرسول بأسلوب جفاوة الأعراب، وإنما قال: أيكم محمد؟ قالوا له: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له ابن عبد المطلب، نادى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
بالنسب إلى جده عبد المطلب، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال له ابن عبد المطلب: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي. لا تجد علي يعني لا تضق بي ولا تغضب، لأن كلمة وجد ديت لها عدة مصادر. يقال وجد عليه موجدة، وهذا يكون في الغضب، ووجد مطلوبه وجودا موجودا، الشيء الذي يطلبه الإنسان، وهناك وجد ضالته وجدانا، شيء ضال منه أو غاب عنه أو تاه منه فوجده، برضو نفس المصدر من نفس الفعل، وجد ضالته وجدانا. ووجد في الحزن وجدا، كلمة وجد كما تكون في الوجود أي الحصول على الشيء ومعرفته، تكون في الوجد الذي هو بمعنى الحزن، ووجد وجدا في الحزن. ووجد في المال جدة أي استغنى. فهذه خمسة مصادر من هذه المادة، وهي كلمة وجد لها هذه المصادر. وهو هنا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: فلا تجد علي، يعني لا تغضب، يريد الموجدة يعني الغضب. قال: قل ما بدا لك، اسأل ما شئت. أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسأل، فسأله. معنى هنا في رواية البخاري: الله أرسلك إلى الناس كافة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، هل أمرك الله بالصلوات الخمس؟ قال: اللهم نعم. وأخذ يسأله عن الزكاة وعن الصيام إلى آخر. ونص الحديث كما هو، قال ابن عبد المطلب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. قال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، أي لا تغضب. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. كان هذا في العام التاسع، ويسمى بعام الوفود، حيث كانوا يفدون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أفراداً،
وغير أفراد ويسألونه عن أمور دينه. الحديث له عدة روايات، روايات تقول إنه سأله أولا عن الخالق، وأنه قال له في رواية مسلم وغيره: من خلق السماء؟ قال: الله. قال: ومن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: ومن نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. فقال له: أنشدك بالله الذي خلق السماء والأرض والجبال وجعل فيها ما جعل. الله أرسلك إلى الناس كافة؟ قال: اللهم نعم. الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس؟ اللهم نعم. الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا وتقسمها في فقرائنا؟ قال: اللهم نعم. قال: فأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذه صيغة من صيغ التحمل والأداء التي قلنا، مثل سمعت وحدثني وأخبرني وأنباني، دي صيغة اسمها صيغة العرض، عرض على الرسول أنه أمر بالصلاة وأنه أمر بالزكاة إلى آخره. فلما صدقه على ذلك اعتبر، وكان هذا حديثا. وهذا أيضا فيه بيان لأهمية ما كان يحرص عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من معرفة أمور دينهم، وأنهم كانوا إذا لم يستطع أحدهم أن يلتقي بالرسول يذهب أو يرسل من يلتقي بالرسول. فضمام بن ثعلبة هذا أرسله قومه إلى الرسول ليتعرف على هذه الأمور وليعود فيخبر قومه بها. وكان الرجل قد دخل في الإسلام، فصاح في قومه وأخبرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وبالصلاة وبالزكاة وبالصيام. فما لبس قومه يومهم إلا وآمنوا جميعا ودخلوا في الإسلام وطبقوا هذه التعاليم. فالحديث فيه دلالة على قبول خبر الواحد، لأن الذي أخبر القوم كان شخصا واحدا. فحديث الآحاد مقبول ويعمل به، وأن العوام والمقلدين مؤمنون ويكتفى منهم بالتقليد. جماعة العوام لا نطالبهم بأن يكونوا مثقفين أو متعلمين، يكفي منهم التقليد والإيمان والعمل، يكفي هذا
لأن ضمام جاء فأخبر قومه فآمنوا وعملوا. وفيه أيضا عظم تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان جالسا بين قومه. جواز أن يعرف الإنسان بعض صفات الإنسان الخلقية مثل البياض، لأنهم قالوا وأشاروا لضمام على الرسول وقالوا هذا الأبيض المتكئ، والاستحلاف على الخبر، يعني أن تطلب أن يحلف لك من يخبرك، لأنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام أنشدك بالله، يعني أستحلفك بالله، الله أرسلك إلى الناس كافة، أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس، أنشدك بالله، الله أمرك أن تقسم صدقة. فهذا فيه دلالة على جواز الاستحلاف وجواز النسبة إلى الأجداد. إذا نسبنا أحدا إلى جده وليس لأبيه يجوز، لأنه قال ونادى الرسول بجده عبد المطلب وقال ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبته. يستنبط من الحديث أيضا طلب الإسناد العالي، لأن للحديث إسنادا عاليا وإسنادا نازلا. الإسناد العالي الذي يكون قريبا من الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تأخذ الحديث من الرسول نفسه، ليس بينك وبينه أحد أو واحد بس، لكن الإسناد النازل هو ما يكون بينك وبين الرسول عدد من الرواة. فضمام لم يذهب إلى صحابي ولا إلى أحد، بل ذهب إلى الرسول نفسه، وهذا معناه الإسناد العالي، لأنه يأخذ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضع الشاهد، استدل العلماء بهذا الحديث على القراءة على الشيخ، على القراءة على العالم والمحدث، يعني بدل أن أقرأ عليكم الحديث يأتي أحدكم أو أحد طلاب الحديث ويقرأ هو الحديث أمامي فأصححه له وأقره عليه، فيكون في هذا البيان لجواز العرض على المحدث وجواز القراءة على العالم وتأكيد الدعوة إلى دعائم الإسلام وهي الصلاة والزكاة والصيام. هذا ما يستنبط من الحديث. دي من صيغ التحمل والأداء، قلنا صيغة العرض، يعرض الطالب الحديث على الشيخ. في صيغة أخرى، احنا عرفنا سمعت وأخبرني وأنبأني، وصيغة الطلب وصيغة العرض يعرض طالب الحديث على الشيخ. في صيغة أخرى اسمها المناولة. معنى المناولة إيه؟ أنني أكتب لك حديث في ورقة وأناولك إياه. فالمناولة باليد، وحديثها عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه، كتب كتاب خطاب وبعث به رجلا
وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى مزق الكتاب، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. كسرى لما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه فيه إلى الإسلام لم يقبل الإسلام، ومزق الكتاب وخرقه، فغضب الرسول ودعا عليه فمزق الله ملكه، وقتله ابنه شيراويه. وهذا كان عن طريق الحديث ده كان بالمناولة، كتب الرسول كتاب يدعوه فيه إلى الإسلام كالكتاب الذي بعثه إلى عظيم الروم هرقل. هرقل احترم الكتاب، ولما جاءه الكتاب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم احترمه وقال سنسأل عنه أولا، وسأل عن أقرب الناس إليه، وجاءوا وقال كيف نسبه فيكم؟ قالوا وفينا ذو نسب، هل قال هذا القول أحد قبله؟ قالوا لا. هل في أبائي من ملك؟ قالوا لا. إلى آخر الأسئلة التي عرضها هرقل، فقال بعد الأسئلة إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، واحترم الكتاب. لكن الثاني كسرى ملك الفرس لم يحترم الكتاب، مزقه، فغضب النبي عليه ودعا عليه. وفي هذا الحديث بعث رسول الله بكتابه رجلا وهو عبد الله بن حذافة، هو الذي ذهب بالكتاب عبد الله بن حذافة السامي، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين المنذر بن ساوة. والمراد بالبحرين بلد بين البصرة وعمان، وإنما جاء التعبير بكلمة عظيم ولم يقل ملك دون ملك، لأنه لا إقرار للكفار بالسلطنة بالسلطة ولا ملك بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب به إلى عظيم البحرين، فدفعه إلى عظيم البحرين إلى كسرى، واسمه أبرويز ابن هرمز ابن أنوشروان. فلما قرأ كسرى الكتاب مزق وخرق، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مزق كتابه غضب ودعا عليهم أن يمزقوا، فسلط الله على كسرى ابنه شيراويه فقتله، فتمزق ملكه كل ممزق. ففي هذا إرسال الكتب والرسل إلى الملوك والبلدان وجواز الدعاء على الكفار، وفي الحديث دلالة على العمل بخبر الواحد، وجواز الكتابة بالعلم إلى البلاد. يعني إن الصيغ قلنا سمعت حدثنا أخبرنا أنبأنا، صيغة العرض كموضوع ضمام ابن ثعلبة، صيغة المناولة كهذا الحديث، ناوله كتابا يبلغه إلى ملك الفرس كسرى للدخول في الإسلام، فلما لم يحترم الكتاب ومزقه غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه فمزق الله ملكه،
وسلط الله عليه ولده فقتله وتمزق ملكه في كل مكان. الشاهد من هذا الحديث هو ورد لبيان جواز المناولة، المناولة في الحديث والعرض في الحديث، وأنها من صيغ التحمل والأداء. احنا سبقا عرفنا من صيغ التحمل والأداء سمعت وأخبرني وأنبأني، وصيغ التحمل والأداء العرض، يعرض طالب الحديث على الشيخ كما عرض ضمام ابن ثعلبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم به من صلاة وزكاة وصيام وأقره، فاعتبر هذا عرضا. والمناولة وهي أن يناوله كتابا مخطوطا مكتوبا فيه هذه الأحاديث وهذا العلم. وهذان الحديثان هما اللذان يدلان على العرض والمناولة. يبقى إذن عندنا من صيغ التحمل والأداء العرض على المحدث، والمناولة بمناولة الكتاب. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.